ندعي شحاب يا خال وثك الجبال عارف شو معدني رغم هذا الحل وعاني فوق ظروف نعرفش اشي اسمه خذ عرفش بصير معاي بنص البال بكلاشنكو. مرحبا معكم علاء الدين بحلقة جديدة وفيديو جديد برنامج رأي مش مهم. يا جماعة من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرا لكل الناس اللي دعمتني من الصفر ووقفت معي لحاليا خلتني اوصل اني اكون بجروب راب سين. يا جماعة الفترات الجاية ان شاء الله راح تشوفوني على قناة راب سين اكتر من هون. ممكن الفيديوهات اللي راح تنطلب مني ان اصور فيها على راب سين راح تكون موجودة على راب سين، والفيديوهات اللي راح انا اصورها راح تكون موجودة هون على قناتي. فهاي بداية خير مع اكبر قناة اخبارية في الوطن العربي. شكرا لراب سين وشكرا لكل الناس اللي دعمتني وشكرا لكل الناس اللي واثق اني راح اقدم محتوى حلو. يا جماعة تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل اشي جديد. قبلش حلقة ابي يوسف زي ما عودكم، اليوم راح اعرض فيديو اغنية فلسطين، مقطع من الاغنية وراح اطلقكم اياها في الديسكريبشن. اسمعوا الاغنية وخلونا نبلش بعدها بحلقة ابي يوسف. يلا يا حب كلهم شد الرحال شوف حالنا بلد تاني غير البلاد. بضحك يا صاحبي بس البس انسال فشرت اعطي يجيها ودجال كفر فجر ملن صوت السكر ما حدا بيوفي بالنودر ستيف نودر بيبني لكم سفن اللي نسمع. للبابا على البيت روح يا مازن. مازن خلص صوتك مرتبك شكلك للهوجة ملتفت ما تسمعش تريك ده وقفل عليه بمسوجر واحترس ما قلتليش برضو ازاي مفرش قاعد عندك وعلى مفرش. انا عرفت انه عفروته خلص، قررت انه مفرش عفروته زي ما شفت يعني كمان. ولكل الناس اللي بتسألني ليش مش قاعد بتصور الدسات تبعون عفروته، بصراحة عفروته برا اللعبة. وانا بالنسبة لي وانا مقتنع، مش بكره عفروته لا، انا بالنسبة لي او مقتنع في اشي انه لو عفروته عن جد كان معني كان دس بيوسف وقت المشكلة اللي صارت بينه وبينه وقت الحفلة، وقت ما صارت كل المشاكل تبعت الحفلة انه ليش بيوسف ما جاش على الحفلة وطلع لايف وقعدوا يسبوا على بعض ويغلطوا على بعض، كان بهديك الفترة بقدر يدسه. فعشان هيك انا حسيت الاشي راح يكون ترند لو راح اعمل على عفروته، لاني حسيت عفروته قاعد بركب الترند ومش اكتر يعني. عشان هيك انا مش راح احكي عن الموضوع. نسمع. لسانه عز اصدقائه شتيمه اهلك كلبي بيشير صحبته. بدي اعرف مين اللي عز اصدقائه شتم اهله، هذا البار معرفتوش. حتى بالاول حكى نفس الموضوع عادي ما بيتهزش. باتي كان قال انها سابتك وراحت للممثل ما بلومهاش. ما انتصلك ما تتعشرش ورايبك ده بفلوس ابوك انت ما بتعفرش اصلا. انا بعرفش بهالموضوع اذا مروان موسى طلع في مصاري ابوه ولا لا في الرابسين، بعرفش. اسعارك في الاعلانات نكت عندنا في المكسيك، انت بتطلع دبي على حساب الفاميلي. بوبي بليز اصور كليب عشان اسد مع بابلو، حافظ دماغك بلاش. انا ايش قصه بابلو مروان موسى؟ بصراحه اسمعوا، انا اجي اقارن بابلو بمكان مروان موسى في مكان، نقدرش نحطهم جنب بعض يعني. كل واحد يعني كل واحد له حجمه. بالنسبة لي هذا الاشي مستحيل انه نقرر التنين بنفس الخط او بنفس الدرجة، فاهمين علي؟ عشان هقلبها طنج وهرقصك على واحدة ونص في وسط الزحمة تبص احسن نص بدل مخبطك واحدة وحش في واحدة تخص. نعمل تصويت تمام، التصويت راح يكون بابلو ولا مروان موسى. تمام، بابلو ولا مروان موسى. تمام، راح احط رقمين، اللي بده بابلو بحط واحد واللي بده مروان موسى بيختار اثنين. نشوف مين افضل يعني حسب التصويت، قديش الناس راح تكتب كومنتات او قديش الناس راح تصوت او مين راح تصوت. اما حوار ليدر فدي عقدة كبيرة عندك عشان اتولدت عنتر بس كيفك تبقى عبلة. عشان كده بتكره بابلو عشان رجبك عشان كده بتكره بابلو. على نفس الموضوع رجع، انا مش عارف ايش فيه عن جد. عشان كده بتكره ابيو عشان قبلك، عشان كده بتنافق وينجز عشان ملكك، عشان كده مخلي جنبك مفرش عشان افشل. المهم عندي انك وضحت نيتك للناس، انا مش محتاج فتمام خلي المستخبي يبان انت جبان بس ورا المايك حاسس بالامان. ما انت سايكبت لما عرفت انا لبست الباروكه بكام وسبت. هذا موضوع الباروكة اللي حكيت عنه نفسه، اللي قال له انك انت طلعت مكوجي واشي زي هيك سايكبت. ايش يعني سايكبت؟ انا بحس انها انصدمت انه اذا عرفت سعر الباروكة طلع بأكم. هذا اللي بقدر افتيه من عندي صراحة. الأوضة وطلعت واعلنت زعلك اصلا انت اعلانك قصوا منه الحتة بتاعتك. نصيحة بس في الاعلانات بما انك مستجد لما تقول اسم الشركة المنافسة بتبقى خلفت العقد. هذا الحكي مزبوط عن جد. هذا الحكي لو نرجع للقوانين تبعت الشركة انك اذا بتحكي او تعلن عن اسم الشركة اللي عامل احتكار للشركة اللي انت عاملها دعاي هون انت بتخلف العقد حرفيا. ولو ابي يوسف كتير جامد
بتاعتك. نصيحة بس في الإعلانات بما إنك مستجد، لما تقول اسم الشركة المنافسة بتبقى خلفت العقد. تاني مرة تجيب سيرة ميمو وأسكت بلاش عشان ده عرفت مين ميمو. حكولي أبو الأنوار، تحية لأبو الأنوار، مع إني مش من البيج فان لأبو الأنوار صراحة، لأني بحسه نسخ لصق عن أبو يوسف، بعرفش يعني بحب له أغنيتين أو ثلاث بس مش من الفان الواو. باتلر لو دخل هتشوفوا الباسكو، وعن قصتنا مش انا اللي كلمتك، لا مفيش كتهتك والبغبغان كان انت، والفن القديم شاهد كنت بزق شغله هنا، ورد على التعليقات اللي بتشتمه وتقول قلدك. تليد مين يسطى ابيو ليد بفة كلب سيد فصلا انت تلميذ بليد اصلا، لو ما كانش الالبوم حرقك كنت يا جماعة الاولد سكول، الكل يرجع اولد سكول. اسمعوا خلاص هاي الفترة من هون لسنة جاي عن جد كل الرابرز خلاص اولد سكول، وقفوا شوية تراب تعبنا، ليترلي تعبنا تراب خلص. هلا وقت الاولد سكول انه يرجع هاي الفترة عن جد. نكشت ستوري فرق بيننا باركتلك على الالبوم ده كان دوري، طول كاريرك بليدك مش عشان حاجة غير مصلحتك، وانت تمنيت لي ان اعتزل دي البوصلة ضاعت حقا، انا مش ندمان اني طلعتك ولا انا بتدس بإلي اخوال، انا بتدس بإلي اغنية مروان موسى البوصلة ضاعت افضل اغنية بسمعنا اياها وكتير بحبها، وحكيت عنها في فيديو دروكبا اللي أكل حضر، عشان أحكي لكم إشي أو رح أحكي عنه بآخر الحلقة اللي هي أغاني مروان موسى. أنا عملت عليها رياكشن وكانت موجودة في اليوتيوب وأكلت حضر، لأنه الشركة اللي بيشتغل معها مروان موسى تعمل حضر للناس اللي بتعمل رياكشن على أغاني مروان موسى، وهذا إشي كتير سيء ورح أحكي عنه آخر الحلقة. اني فيا طمعتك ولا عن قدرك ولا عن استغرابي تم بخصوص صبعتك، قلت الميمو من سنة هتعتذر لي وأنا رفضت، بس لما باتي دسك أنا لغيت. او كان حاكي لميم انه راح يعتذر لبيوسف بس هو مش راضي، غريب غريب. فتنا كرد مش هقولك استرجل، ده حوار بره عنك، شخصيتك ابتدت تبان وده حوار غصب عنك، مش هتكلم عن البيضه عشان ده حوار خاص بعنزه. عرفت مين البيضه اخيرا؟ هذا اللي اسمه خالد الكوميديان. يا عمي شو بدك، ليش تدخل باشياء الراب؟ عن جد الناس اللي برا السين عن جد خليكم متابعين او خليكم داعمين للراب بس، لانه عن جد جمهور الراب مش راح يعجبك، مش راح يصير فيك من جمهور الراب من ناحيه انتقاد، من ناحيه كومنتات على بوستاتك، من ناحيه ميمز، من ناحيه كل اشي مش راح تلاقي خير حرفيا. قولي صحيح في فلوريدا اخبار الطقس عندك؟ فلوريدا اوكي. طيب عشان تكونوا عارفين ليش اعصار كاترينا، لانه اعصار كاترينا هو اعصار ضرب فلوريدا من سنه من السنين بالحياه، فلعبه حلو من ابيوسف كتير، وشكرا ابيوسف ريسبكت. بعرفش اذا راح اعمل فيديو على مروان موسى صراحه، لانه راح ياكل كوبسترايك، كل تعبي والتصوير كله راح يروح على الفاضي صراحه. لحد هلا مش عارف شو كيف ممكن احل مشكله الكوبسترايك تبعت مروان موسى. اتمنى انه الفيديوهات اللي نزلتها انه يرجعوا يفتحوا لي الفيديوهات وينفك الحظر عنها وتقدروا ترجعوا تحضروها. وكتير مبسوط انه السين قاعد بولع، كله قاعد بنكش في كله، بنكش في ارسينيك، باتيستوتا نكش الفرعي لانه الفرعي نزل اشي كمان، اليوم السنابتك كمان نزل اشي اولد سكول، فبتامل بتامل كل السين الوطن العربي يشتغل اولد سكول هاي الفتره، بما انه بنحكي دائما مصر ام الدنيا، حرفيا هلا مصر ام الاولد سكول، فالكل قاعد بيلعب اولد سكول. بتامل اشي يوصل لبلاد الشام كامل، فلسطين، سوريا، لبنان، الاردن، كلهم يشتغلوا اولد سكول، في الخليج برضه كمان. خلص يعني زي لازم هاي الفترة نسمع أشياء يعني من المدرسة القديمة، خلاص فاهمين تعبنا تراب عن جد. كمان شغلة، أي حدا عنده مشكلة مع حدا خلاص يا ينكشو يا ينزل دس بهاي الفترة عشان يخلص لقدام، ما يكونش فيه عنده أي مشاكل مع أي رابر. هيك بتكون خلصنا الحلقة، إن شاء الله الفترات الجاية رح تشوفوني برابسين زي ما حكيت لكم. شكرا رابسين، إن شاء الله رح تكون بداية خير زي ما حكيت بأول الفيديو، وان شاء الله ان شاء الله الايام الجايه رح تكون اشياء حلوه. بتامل اذا حد بيعرف موضوع الحظر والكوبي سترايك كيف بقدر اشيله وكيف بقدر يساعدني يبعث لي على الانستغرام، الانستغرام رح يكون موجود تحت. نشوفكم حلقه جديده من برنامج رأي مش مهم. بيس.